بالنسبه لي الحقيقه، ولما شفت اللقطه بتاعه لاعب نادي الزمالك في السنه الماضيه عرفت ان انا صح، عرفت ان الكلام اللي اي حد يقول لك او يسالك قول له لا، وري له اللقطه دي وقول له طب ده ايهاب عمل مهاره في كره السله، مستفزه او مش مستفزه ممكن نقعد نتكلم فيها ونقعد نتحاور فيها، لكن اللي اتعمل قبل كده ده ايه؟ برضه هرجع تاني لمعسكر الامارات. معسكر الامارات معرفش هو ليه النادي الاهلي لما بيعمل حاجه، لما النادي الاهلي بيعمل حاجه والحاجه دي بتثبت نجاحها او بلاش بتثبت نجاحها عشان انا كده ببقى بطبل للنادي الاهلي، ولما الحاجه دي حصلت قبل كده وهقول الكلام ده تاني، لما الحاجه دي حصلت قبل كده كل الناس قالت لك ايه؟ اصل اللعيبه في معسكر اسبانيا اللي هو كان مع لاسارتي اللعيبه دي كلها كانت كذا وكانت عمالين يهزروا وما قعدوش وما عملوش وكانوا موش موجودين وكانوا يا اخي. طب بقول لك ايه، احنا النادي الاهلي طلع يعمل اي حاجه، انت مالك؟ النادي الاهلي مش زي اي حد، دايما بيبقى فيه مبادئ معينه لاي حاجه. ممكن يكون معسكر اي، مش عايز اسمي الاسم عشان هيتاخد مني، فانا مش ممكن يكون معسكر لاي شيء، الراجل حاجه في دماغه وعايز يعملها، والراجل ده ريني فايلر اثبت للجميع خلال الفترات اللي فاتت ان هو راجل بيبقى عنده فكره في دماغه بيعملها بتنجح لغايه دلوقتي على الاقل، وبالتالي هو في فكره في دماغه جت عايز يعملها في الامارات عملها. الاقي ايه؟ اصل ده كان معسكر مش عارف ايه، زي ما قلت لحضراتكم امبارح او اول امبارح يوم الاحد اللي فات، اصل ده كان معسكر كذا، واصله مش عارف الراجل اساسا ما كانش عايز يطلع المعسكر. والله انا تعبت، يعني الراجل اساسا ما كانش عايز يطلع المعسكر، يعني انا يعني مين اللي جه طلب من الراجل يطلعه المعسكر مثلا؟ في حاجات برضو غريبه جدا، يعني الراجل ما كانش عايز يطلع، حد جه ضربه على ايده كده وقال له يا فايلر لازم تطلع المعسكر؟ مش فاهم انا يعني استفادة المعسكر ايه؟ هتعرفوا استفادة المعسكر ايه خلال الفترة اللي جاية، هنحاول نجيب الكابتن سيد عبد الحفيظ معانا على التليفون بيقول لنا استفاد ايه من المعسكر، بلاش انا اقول عشان انا خلي الكابتن سيد عبد الحفيظ يقول لنا استفاد ايه من المعسكر. حاجة غريبة جدا وحاجة الحقيقة بالنسبة لي برضو. طيب انا بقى انا خدت لعيبتي وسافرت الامارات وبعمل لهم خطة معينة أو بعرفهم خطة معينة أو بمرنهم على حاجة معينة لغاية لما الغلق اللي بيحصل حوالين مختار التتش يخلص، إيه المشكلة؟ قال لك أصل الراجل ما كانش عايز يطلع والراجل مش عارف مين ومين ضربه على إيده علشان يطلعه. يا جماعة خلينا نتكلم بعقلانية أكتر، خلينا نعرف الاستفادة اللي حصلت. أنا شخصيا عارفها لكن انا هحاول اعرفها اكتر من الكابتن سيد عبد الحفيظ. حاولوا تجيبوا لي يا جماعه كابتن سيد عبد الحفيظ نعرف برضه، حاولوا تجيبوا لي يا جماعه سيد عبد الحفيظ كابتن سيد عبد الحفيظ. فماشي يقول لنا حاجه قد تكون غير اللي احنا بنقوله، ما هو كلنا عارفين اللي استفادت المعسكر ايه، لكن الناس بقى ايه ماسكه المعسكر تك تك عشان النادي الاهلي الوحيد. خدوا بالكم مفيش نادي في مصر طلع في الفتره دي معسكر غير النادي الاهلي، فلازم بقى طبعا شويه حبشتكنات، يعني شويه حركات تحصل من اليمين ومن الشمال والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده، لكن احنا ما عندناش مشكله بالمناسبه، هنفضل نرد وحتى لو اتقالت يوم السبت ولا الجمعه هنفضل نرد هنفضل نرد هنفضل نرد، ما عندناش اي مشكله. فحاجه غريبه جدا، فزي ما حضراتكم شايفين اهتمام من كل الناس، اللي الناس بتروح اللعيبه نفسها مهتمه بتشوف صورهم على الانستجرام في شويه هزار وترفيه، طبيعي جدا طبيعي جدا اللعيبه محتاجه ان هي مش قد يكون ده هدف من الاهداف اللي موجوده. انا لك يا جماعه موجود في المعسكر حاجه جميله وحاجه محترمه
في حاجات كده بتخلي الواحد يبقى دايما متضايق، دايما زعلان، دايما بس دايما هفضل ارد. انا بشوف كده، لكن دايما هفضل ارد ودايما هفضل اقول لحضراتكم ايه اللي بيتقال. ما عنديش مشكله بالمناسبه ان انا اطلع اقول كل اللي بيتقال، وده اللي قلته من حلقه من شهرين ثلاثه. هتلاقوا دايما تشكيك، وهتلاقوا اشاعات، وهتلاقوا كلام، وهتلاقوا، ولكن في نفس الوقت هتلاقوا امثله رائعه هنقولها لكم، برضو هنقولها لحضراتكم. هنلاقي امثله زي موقف لعيبه النادي الاهلي لما تم استفزازهم من لاعب نادي الزمالك في المباراه السابقه السنه اللي فاتت. موقف محترم، اللعيبه كملت ولعبوا عادي، اتغلبنا شكرا هارد لك ومع السلامه مع السلامه. ده اللي احنا عارفينه، دي الرياضه، ده اللي احنا متعودينه في الرياضه. احنا او كمجلس اداره او كمدير نشاط رياضي عمل ايه؟ قام جايب لعيبه ثانيه عشان عايز اكسب الكاس واكسب الدوري. النادي الاهلي كده في كل حته. مثال ثاني، الالبوم اللي انا قلته لحضراتكم، البوم النادي الاهلي ده حاجه جميله جدا وحاجه محترمه. الولاد الصغيرين مبسوطين بالالبوم وبشكل الالبوم ومبسوطين باسم النادي الاهلي. لو انا كان نفسي اشرح لحضراتكم النظره اللي كانت في عيون الولاد.